هي الأمور ممكن توصل لكده، جملة بتتقال بس بعد فوات الأوان. للأسف في وقت الندم بيتأخر، ولما بيجي ما بيكونش له لزوم. قصة الحلقة عن تفكير شيطاني دبرته ورسمته هند غالب، وللأسف قدمته على طبق من ذهب لعامر محمد على أساس إنها نصيحة من حبيبة، لكن كانت النهاية. ولا أقول لكم بلاش أحرق لكم الأحداث، وتعالوا مع بعض نسمع اللي حصل. البداية مع عامر محمد، طالب في كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، لما تقابل مع حنان زميلته وكانوا هم الاتنين في نفس الدفعة، وابتدت قصة حب ما بينهم. كانت علاقة جميلة كل الدفعة بتحسدهم عليها، بس للأسف عامر كان ابن وحيد على 3 بنات لأم مدلعاه جدا، أي شيء بيعوزه بيكون قدامه لمجرد بس إنه يفكر فيه. عمره ما تحمل المسؤولية، كان عايز الجانب الحلو بس من الحب، الرومانسية والطبطبة والدلع والكلام الحلو. لكن الوجه الآخر أول ما ابتدى مع الجواز، بعد ما تخرجوا على طول من الكلية وحتى قبل ما يشتغل اتجوز حنان، في البداية كانت الأمور جميلة جدا ما بينهم، لكن مع بداية المسؤوليات ابتدى عامر يحس إن حنان تقيلة قوي عليه، وابتدى يتعامل معاها بأسلوب وحش جدا. وللأسف الأم كانت شايفة إن من حق ابنها إنه يعمل اللي هو عايزه، وإن حنان فعلا خانقاه، وإنها عايزة تكتمه، مش عايزة يخرج، مش عايزة يشوف الحياة وهو لسه صغير. وصبرت حنان لحد ما جه المولود الأول، بس في يوم الولادة عامر ما كانش موجود أصلا، كان نايم في البيت. أخو حنان هو اللي جه واتصلها بالإسعاف وخدها، وعامر لما صحي راح يشوفها في المستشفى. ولما ابتدى الولد يتعب، حنان ابتدت تحس إنه عامر مش موجود، هي محتاجة له لكن هو ملوش أي وجود، وابتدت إن هي تحاول تضغط عليه لأنها خايفة على ابنها وخايفة على نفسها، ولأنها كانت بتحب عامر فعلا. عامر كان شايف إن كل كلامها انتقاد سلبي، وان هي مش فاهماه، وان هي اتغيرت، وان هي نكدية وزي كل الستات. ابتدت الامور تتطور ما بينهم، وابتدوا في مد اليد، وتغضب حنان وتروح لبيت ابوها وتقعد هناك شهر واتنين وتلاتة، وعامر ما يسألش فيها، ولولا تدخل الاهل ما كانش بيجي، وفي الاغلب لما كان بيجي يصالحها كان بيصالحها لانه عايز العلاقة الجنسية وبس، وربنا اراد ورزقه بالطفل التاني. المسؤولية ابتدت تتقل، الحمل ابتدى يزيد، وكل ده وعامر مش شغال اساسا. كل اللي بيعمله انه بيروح يقعد على القهوة مع اصحابه او يلعب بلاي ستيشن، وماما هي اللي بتصرف. طبعا مع المولود التاني الامور ابتدت تزيد سوء، وطبعا حنان ابتدت تقلق على مستقبل عيالها الاتنين، وان ابوهم مش شغال دي كانت ازمة كبيرة بالنسبة لها، وخاصة كمان ان المولود الاول زين ابتدى يكبر وابتدى يستوعب، وكانت حنان خايفة ان ابنها يشوف ابوه عاطل فيتكسف منه، او يروح المدرسة ويسألوه بابا شغال ايه يقول لهم ايه عاطل، فابتدت انها تضغط عليه زيادة وزيادة. وطبعا المشاكل ما بينهم ابتدت توصل لمراحل صعبة جدا، لكن كل ده كان يعتبر عادي بيحصل. لكن اللي ما كانش يحتمل ابدا هي خيانة عامر، اللي ابتدت لما تعرف على هند غالب اللي كانت أكبر منه تقريبا في وقتها ب10 سنين، ست مطلقة ما عندهاش أولاد، اتعرفت عليه عن طريق أصحاب مشتركين، لقيت إن عامر متواجد بالنسبة لها طول الوقت، وهي كان عندها فراغ شديد جدا، حست إن عامر بيملى لها الوقت ده، ابتدوا يرتاحوا في الكلام مع بعض، ابتدى يفضفض لها، وهي طبعا كانت الحضن الحنين، ابتدت تتكون ما بينهم علاقة، وللأسف دخلوا في علاقة جنسية، وطبعا حست الأنثى أقوى من أقوى جهاز مخابرات في الموضوع ده، فحنان ابتدت تحس إنه عامر بيخونها، وابتدت تواجهه، لكن كان دايما بينكر، وهي في البدايات ما كانتش عارفة تثبت عليه أي حاجة، وعشان عيالها الاتنين كانت بتمشي الأمور، لحد أما هند سألت عامر، هو أنت ليه ما تطلقهاش؟ وطبعا الفكرة ابتدت تدخل دماغ عامر، وسألها سؤال، طب والعيال؟ هنا هند ابتدت بالتفكير الشيطان، قالت له بص انا عندي حل يخليك تطلقها وتاخد منها العيال، وكمان ما تدفع لهاش ولا مليم. عامر فتح عينيه وطرطق ودانه ليها وقال لها ايه هو الحل ده. هند قالت له انت تحسن الامور معها في البيت ما بينكم، وتخليها تديك الامان الكامل، وبعدين هقولك هنعمل ايه بالظبط. عامر سمع الكلام وفعلا خلى مفيش اي مشاكل ما بينهم، وفضل شهر كامل ماشي على الصراط المستقيم ومظبط الدنيا مع حنان.
والخطة مشيت زي الفل. وفي يوم راحت هند قالت له: بص، يوم الاربع بالليل الساعة 10 هبعت لك واحد وانا مفهمه كويس هو هيعمل ايه بالظبط، بس اهم حاجة هتحط الحنان قرص المنوم ده في اي حاجة تشربها، وبعدين عايزاك قبلها بيومين تقول لكل اللي حواليك ان انت مسافر، مثلا طلع رحلة مع اصحابك. قال لها تمام، وفعلا عامر عمل اللي هي قالته له بالظبط، وفي الميعاد اتصل بيها قال لها كل حاجة جاهزة. وفعلا جه الشخص ده خبط وقال له: عامر فين أوضة مراتك؟ وراها له ودخل معاه وقال له: بص، انا عارف انه صعب عليك بس ده لازم يحصل، انا لازم اعاشر مراتك، وبعد نص ساعة هتطلع العمارة وتفتح الباب وتلاقيني وهتعمل دوشة وهتلم الناس، انا ههرب ومراتك هيتعمل لها قضية زنا، وبكده هتخسر حضانة الاطفال وما تقدرش تطلبك بنفقة نهائي. عامر وافق بعد ما هند كلمته في التليفون وفضلت تدلع عليه. المهم ابتدى الشخص ده يقرب من حنان وابتدى يعاشرها، وهنا حصل اللي محدش كان عامل حسابه. حنان فاقت وبصت شافت عامر والشخص ده بيقرب منها وبيقلع هدومه، صرخت وهي بتقول: ايه ده، مين دخله؟ وبصت على نفسها لقت نفسها عريانة بالكامل. عامر ما كانش عارف يعمل ايه، مسك الخدادية ورماها على السرير وكتف حنان كويس وحط الخدادية على راسها وفضل كاتم نفسها وهي بتحاول تقاوم، لحد ما فجأة بطلت تقاوم، بطلت تتحرك خالص. كان الشخص اللي جابته هند هرب اول ما فاقت حنان اصلا، وزين الصغير اللي عمره في الوقت ده ما كانش يتعدى الخمس سنين قام عشان يشرب، فدخل وشاف المنظر وعامر حاطط المخدة وكاتم نفس حنان بيها، وحس ان في حاجة غلط، ابتدى يعيط. عامر خد باله من وجوده، زعق فيه جامد، لكن الولد ما بطلش صراخ وفضل يقول: ماما ماما مالها ماما. راح عامر شايل الطفل ورميه من الشباك وطلع من الشقة بسرعة وخرج من غير ما حد يشوفه، او هو كان معتقد انه مفيش حد شافه لان الشارع كله كان ملموم على الطفل اللي اترمى من الشباك، وهو انتهز الزحمة وهرب. وفضل يرن على هند اللي اول ما عرفت اللي حصل قالت له: اوعى تجيب سيرتي في حاجة وما تتصلش بيا هنا تاني، انت فاهم؟ اتصدم لانه كان فاكرها انها عاشقة جماله. بعد شوية كانت الناس بلغت الشرطة والبواب اتصل بيه عشان يجي، حاول يتملك نفسه وتظاهر ان هو كان في رحلة ورجع، لكن لان هند اتخلت عنه معرفش يقول هو كان مع مين ولا مين شافه في المكان اللي هو بيدعي انه كان فيه، وده طبعا زود الشك فيه. وبعد الضغط عليه اعترف بكل حاجة وقال في اعترافاته ان حنان هي السبب وان هي الجاني الحقيقي، لانها كانت منكدة عليه عيشته وكانت دايما بتقول ان هو مش راجل ودايما بتعايره ان مامته هي اللي بتصرف عليهم وانها اتغيرت تماما بعد الجواز. وطبعا قال عن هند واللي اكيد استدعتها النيابة واللي انكرت اساسا حتى معرفتها بيه، وقالت ان هي كانت بتشوفه احيانا بيقعد مع اصحاب مشتركين بينها وبينه، لكن ما كانش فيه اي حاجة شخصية بينهم، ويدوبك كانت تعرف بس اسمه وبمواجهتها بيه. فضل يبكي وفي انهيار حاول يقتلها، لكن طبعا ده كان قدام النيابة وزوب موقفه سوء. ولما تسأل هو ليه رمى ابنه من الشباك قال انه ما حسش بنفسه بعد ما اتكشفت الخطة بتاعته، وان كل الاحداث دي حصلت بسبب ان حنان فاقت وقالت له: ايه ده، مين اللي دخله؟ وحتى وهو ندمان مش عايز يتحمل المسؤولية، حتى بعد ما قتلها مش عايز يقول ان نزواته هي اللي وصلته للمرحلة دي. وبكده وصلنا لنهاية القصة، وربنا يرحم حنان. لو عجبتكم القصة فانا بستأذنكم تدوسوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وطبعا لو لسه مش مشتركين في القناة فانا بستأذنكم تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة، وربنا يرحمنا ويحافظ عليكم، وأشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام.